حطه قدام الباب الباك وفتح الباب. عم بيحكي مع حدا، مع البنت. ليش يحمله؟ هيدا ظرف. فاتت. شو؟ اوكي. بسبب المصاري او بسبب الحب، على كل حال في شيء كنت مش رح قلك عنه، بس انا هلا حاليا متعاطف مع غريب وحابب اذا فينا نساعده. طيب شو في بعد؟ قلت لي على التليفون في رساله من مجهول، هيدا ظرف من فعل خير مجهول. ايه وهيدي
كانت معهم. سوق السمك شركة سمك بلا حسك، شو يعني؟ بعرفني وكجدي علمي علمي. هيدا عنوان واللي بيعته قاصي بدلنا عشي. ممكن جدي روح لحضروا حالكم. حضر حالنا لشو؟ بدنا نعمل دورة استطلاعية على العنوان هيدا، يمكن غريب يكون هنيك. بتصل بالشباب؟ لا لا جدي ما في وقت. قرارك عشوائي انفعالي وفوري. يا عمي لازم نجتمع نحلل نفكر نقرر ونستعد. جدي غريب مسروق ويمكن هذا العنوان يدلنا عليه. كجدي مش لازم نتسرع لازم نتروق، هيدي العملية بدها تفكير ونفس وتنقيص. جدي اعتبر غريب بضاعة مهربة أو صناديق مسروقة، يلا خلينا نتحرك. يا عمي معقودة هاي؟ زلمة طويل عريض بدأ يعني اعتبره بضاعة مهربة. يلا يلا تحركي تحركي. هدوء تبيع حالي. عادية بالسوق. ريحة السمك بتقتل. الشركة وكل عملياتها فوري فورا ما بقى فينا نبقى محلنا.
اخر تدافعه معوش حاجين، لازم تنتهي المهم فورا. عمر انتبه، في عيون وارانب، الخطر منحرك. ايمان الهدف عم يتحرك باتجاه البيت، عندك بس 5 ثواني. واحدة منهم بالجبل بمنطقة نائية، شكيت فيه لأنه بعيد عن الناس وعن الحضارة، أكيد أو ممكن يكونوا حاطين ناريمان وغريب فيه. على الممكن يا جدي، ما بدناش نروح على مطرح وتطلع صلتنا فاضي، سبق وطلعنا بوش. بيقول لي عقلي فوت على مكتب فواز بايك، امسكوا عخوني وضلني شد 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 تيقر له يعترف بالمطرح. يا ريت فيك تخنقه وتريح الناس منه. بك هيدي اسهل طريقة، بدي معنسه بدي اقسه بدي دعوسه. يا ريت، بس هاي الطريقة بتكشفنا قدام فواز بايك. اخ منه اخ اخ. شو بايك يا جدي؟ عصم كهرب نرفز مع الأز. الواحد عارف الحقيقة ومش قادر يقولها، عارف المجرم ومش قادر يكمشه. يا ربي وظهري متوترة، أعصابك ملزقة ببعضها. ملزقة جدي؟ وكما بقصدي شو مشدود مكربجة. هات أعطيني إيدك، أعطيني إيدك يا عمي. هودي مش أعصابك، هودي عضلات متشنجة.
كشف لي جدي خط الحياة رح عيش كتير. مفكرة عم بصر لك. الكاتب برنار شو بيقول؟ الإنسان بيقدر يعيش 3 قرون. 300 سنة؟ ايه. لك يا جدي مثل ما هي ايدك مفتوحة هاي بيقولوا عنا شوكة الله. صحيح تشبه شوكة الأكل. ايه ومن زمان زمان كانوا يقولوا الإيدين هدية نعمة من الرب، مثلا من قديم وقديم عقيم جدي وقابل جدك بزمان. المهم من قديم وقديم كان الإنسان يحكم حاله بحاله. شوف يا جدي كل إصبع من صبيع دايكي كنز، خدي هيدا مثلا بيسموه الباهي. قوليلي مرتاح شرابتك شوي؟ يعني ايه يعني كل إصبع له وظيفته. هلا بدك تقولي جدي صار خطيار وخرفان ودقة قديمة. انه ايه فيك شي من يلي قلته ولا؟ الو ايه فؤاد؟ لا عم بحكي مع جدي، عم بيقول انه عضلاتي ملزقين. ايه عامل طبيب عربي. عم بيقول فؤاد لازم نفتح لك عياده. طب شو؟ طب البديل او الطب الطبيعي. طبني طبتك العافيه. ايه الهيئه موافق. ايه قلي شو صار معك؟ نحن عم نسجل محادثات نبيل من البيت عادية ما فيها شي بيفيدنا. ما لأنه عم يحكي على السلولار. سمعت جدي شو قال؟ طبعا إذا إله علاقة ما رح يحكي من البيت إلا إذا بعدين بقلك. ليك أنت بعدك المدرسة قدام بيته؟ هو بالبيت شي؟ عاي إجتني فكرة، خليك مطرحك أنا جاي. أمر جدي قلتي جملة وحدي بس ما فهمتش قصدك. أي جملة جدي؟ قلتي مش رح يحكي من البيت إلا إذا. إلا إذا شو؟ إلا إذا جبرني. إيه فؤاد؟ إيه بعدني وراه؟ لا يا خي أول ما تفوت بشارع بيته بتقلك. طيب أوكي أوكي باي. اوكي ماشي ماشي تمام. ايه توفيق وصلنا. وصلوا يكون ضربتها سيارة؟ أو أغمى عليها؟ أو ميتة؟ منك ميتة، قومي قومي، قومي شو صار لك؟ معقول يغمى عليك قدام باب بيتنا؟ قومي! يا مدام، يا ست اتحركي دخيل عندك بلا فضايح! يعني ليه ما عم تتحرك؟ ويكون ما معها هوية؟ هيدي معي هدي 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 هي معك والله معك. يلا يلا يلا
بعد كل شيء. شو صايرة عم بتقلدي الختيارية؟ تعلمتي مني ها؟ طيب وينكم؟ إذا جاي عجلي لأنه أنا معزوم على الغداء. شو؟ حاضر 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 حكم قرقوش. لك يا عمي ما رح أظهر قبل ما تشرفي. شو؟ لأ أنا بقدر منفذ الأوامر؟ حالي طارقة. طيب طيب الله معك. نحن حالة طوارئ. ليش أنت ما كناش طوارئ؟ راخ من يوم اللي وفقت عجنونة وأنا عطول بقول إيه. لك أنا أكبر منها وأجدة ولازم يكون عندي هيبة وشخصية وطني ورن. لك إبراهيم فشل لي خلقي شي مرة وسبوت إنك رجال البيت. أكيد أكيد من كل بنت من كل بنت قريبا إن شاء الله. حلوة الدنيا حلوة سوا صرت قايل لك اكثر من مره انا ما بعرف لقيتها قدام الباب انا وفايت. المهم هلا شو ناوي تعمل؟ طالبين نص مليون دولار بندفع او بنعرض حياه خي غريب لل معقول انا ابني يصير معه هيك؟ مين بده يكون ورا رساله التهديد؟ قلت لك بس ماني مأكد. بعد عمليه المستشفى صرت اتلقى تهديدات واكثر من جهه نصحتني بالحذر. كلنا اعتبروا دفاع خي غريب عن نمر الكحلي جر علينا هالمصايب. خيك محامي وعمل واجبه. أكيد بابا أنا ما عم حمله المسؤولية. بالنهاية هذا خي من لحمه ودمي. بس غريب أحيانا قلبه طيب زيادة عن اللزوم. بده يكون تصرف شي تصرف فيه تحدي. يا ما نبهته قلت له يبتعد عن هالعملية. شو العمل؟ قطعت الهم. أنا مستعد أتحمل كل نتائج تصرفات غريب. أنا مستعد موت كرماله. وتأكد بابا ما رح نام الليل إلا ما أعرف مين ورا هالعملية وساعتها لك الحادث حديث. قايلين بالرسالة المبلغ لازم يكون حاضر خلال 24 ساعة. إيه نعم ريت. يعني لازم أعلم البنك خبرهم لأنه المبلغ كبير. بابا أنت ارتاح ما تتلهم. أنا بتصل بالبنك وبطلب منهم يجهزوا العملية. اتصل فورا ما بدي أي تأخير أو أي عرقلة. ما يكن لك فكر حالك. لو سمحت بدي احكي فواز بيك. مين طالبه؟ صديقه نبيل. بس قولي له ضروري اذا تريدي. لحظة خليك على الخط. اهلا اهلا نبيل. ما توقعت تطلبني على العادي ما عرفتك. معلش فواز انا مدري وين ناسي تليفوني. المهم البابا وافق على دفع المبلغ. بده يسحب نص مليون وطلب مني اتصل بالبنك. عال يعني نجح دربك يا صديقي. الجماعة بالقرن الزرقاء بعد سحب المصاري بساعة بترجع لعندي بتسلمني المبلغ بتصل حتى يفلتون. اوكي؟ اوكي. اوكي. وياك اوكي ومية اوكي كمان. طق قلبنا نحن وناصرين. معقول يا عمي؟ معقول يكون نبيل ورا العملية؟ عمر بدك تخوى. اخي الهي.
متعدد يا جدي، خلينا نتأكد 100%. لقيت المنطقة هلأ المزرعة، هيدي هي قدامنا، الطريق مضبوط، قدامنا 5-6 ثواني. تعدوا. عادية يا حلو، شوف لنا إذا في حركة بالطوابق. في حركة بالطابق الأخير. كم شخص تقريبا؟ تحديد 6. توفيق جيب الحبال احتياط، جدي خليك قدامنا، عايروا الساعات. شو بدنا منه واخرتها يعني. وانت يا عمر تشربي لك شي شفه. عمر قلت له رح ارجع اشوفك بعد يا عمر.
خلص.